حنا كنسكن هنايا انا ولد من هاد الشركه هذه. خويا حنا اصلا سكن عندنا الفوق مع ميقات وقيلا شي 5 لاروب الصباح، شمينا ريحه الدخان، سمعنا الغوات هبطنا لقينا الديبو التحتاني شاعله فيه العافيه. ديبو التحتاني شاعله فيه العافيه، ديك ديبو ما فيه لا مواد محترقه ما فيه والو، فيه ستوك ديال الخشب. كيفاش شعل؟ كيفاش شعلت العافيه ولا شي حاجه؟ اسباب ما عرفنا حتى شي حاجه. اتصلنا بالناس ديال الاطفاء، كانوا بكل قوه وكانوا بكل جداره وجاو مساكن وناضلوا وضربوا تماره وضحوا بالانفس ديالهم. كنشكرهم بزاف، كنشكروا الطاقم ديال الامن، كنشكروا ساعه ما قلت ما نقدر نقول حتى شي حاجه. راه الله اللي كيعوض، راه اما العبد راه ما عنده ما يعطيك، الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعوض. اما العبد اللي عطاك راه ما غيعطيك داكشي اللي مشى لك، اللي مشى راه ما كيرجعش. الحمد لله اللي بقات غير الصيحه، هذاك هو الفضل وراس المال. سميتهم الناس ديال الوقايه الميداكين كنشكرهم بزاف، مات فيهم الله يرحمه في هذا النار، الله يرحمه في هذا النار، الله يوسع له، الله يجر عليه في الرحمه. مات شهيد وخا مات راه مات شهيد. حنا انا راه كنت حداه منين نموت، من طاح راه من طاح من الردم راه كنت انا من هاد الجهه. راه ما فهمتش انا بأعجوبه بلي نجيت انا واحد جوج كانوا معايا دراري.